بسم الله الرحمن الرحيم. من فضلك ما تنساش تعمل اللايك والشير، وقبلهم طبعا الاشتراك، بدعمكم مستمر. ولو حبيت تدخل على القناة اكتب في البحث وجدي شعبان اكسال. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا يا جماعة النهاردة ان شاء الله عايزين الجدول اللي احنا عملناه في السيكوال سيرفر، عايزين نستدعيه هنا في الداتا جريد فيو عشان نبدأ نتعامل معاه بقى، سواء بالاضافة او بالتعديل او بالحذف وهكذا. بس هنا في الداتا جريد فيو لما جينا كبرنا المرة اللي فاتت الفورم ما فردش من تحت كده، عشان كده هروح للانكور. احنا كنا معلمين على الثلاثة دول، هعلم على الرابعة كمان بحيث ان هو يفرد من تحت. طيب كده خلاص، يعني دي الملاحظة الصغيرة، ولكن هنبدأ نشوف الاكواد بتاعتنا وهنبدأ نشوف ازاي نستدعي الجدول في الداتا جريد فيو. هنروح على الكودز، وقلنا احنا هنعمل الكود هنا ليه؟ عشان هستدعيه في التسعة فورم اللي انا هعملهم، وطبعا قابلين للزيادة لو احنا زودنا جداول او فيوز. طيب هنبدأ واحدة واحدة كده، نقول ان الاكواد يا جماعة كتيرة جدا جدا جدا. فمايكروسوفت عملت ايه؟ عملت حاجة اسمها مكتبات بتحط فيها هذه الاكواد عشان الدنيا ما تبقاش كتيرة قوي، وما فيش ولا جهاز كمبيوتر هيستحمل كل الكلام ده. عشان كده بيقول لك لما تيجي تستعمل مكتبة بنحط اسمها في الأول أو بنستدعيها. فإحنا هنستدعي المكتبة بتاعت السيكوال اللي هي الـ SQL، ونشوف هنستدعيها إزاي. يبقى أول خطوة بقول له import system.data SQL client. يبقى كده فعلا أنا استدعيت المكتبة اللي أنا هشتغل بيها. طيب بعد كده بقى بنعمل ايه؟ بصوا معايا كده يا جماعه، انا عايز اعمل اتصال بقاعده البيانات. عشان اعمل اتصال بقاعده البيانات انا طبعا هعمل كذا كود، فعشان كل شويه ما اكتبهاش، لا انا بكتبها فوق كده بعد الموديول على طول عشان اقدر استخدمها كذا مره بدل ما كل كود تتكتب فيه. فببدا كده بقول له بابليك، وبرده بابليك يعني عام، يعني ممكن استخدمها في اكتر من مكان. فبقول له كون as new SQL connection، يعني الاتصال اللي انا بعمل منه اتصال جديد بسميه كون. طبعا الكون دي احنا هنستخدمها، بس طبعا بحط هنا المسار بتاع قاعدة البيانات بتاعتي. فهقول ازاي هنجيب المسار بمنتهى البساطة عشان ما يطلعش فيه اي اخطاء على الاطلاق. طيب ونشوف السطر اللي بعد كده، برضو بعرف حاجة اسمها SQL command، فبرمز لها بالرمز CMD، برضو public يعني عام، يعني استخدمه في عدة أكواد، as new SQL command. نشوف اللي بعد كده، برضو نفس الحكاية في الجدول، بقول له public DT اختصار طبعا للجدول table، يعني بقول له as new data table اللي هي المعلومات اللي موجودة في الجدول اللي أنا هستدعيه. احنا زي ما اتفقنا أنا بستدعي الجدول، بعمل عليه بعض العمليات سواء إضافة أو تعديل أو حذف. البرنامج بتاعنا يشتغل عليه أكثر من فرد، ما هو ده ميزة الـ SQL في كده، إن أنا ممكن ناس كتيرة جدا تشتغل، وحتى عن طريق النت كمان، يعني ممكن يشتغلوا واحد. فعشان كده بنقول إيه؟ أكنه بيفتح البرنامج، ده بيفتحه وده بيفتحه وده بيفتحه وده بيفتحه، وبيحط فيه حاجة ويقفله عشان التاني ما يخش يلاقي. يعني مثلا لو إحنا ناس بتحجز تذاكر، فالتذاكر دي لها ارقام، فواحد حجز الرقم ده ما ينفعش حد تاني يحجزه وهكذا. فاكن بيفتح يعمل العمليه ويقفل تاني، يضيف حاجه او يعدل حاجه ويقفل تاني وهكذا، اللي هو بنقول عليه مباشر بقى. يعني ايه مباشره كده؟ بخش اعدل في الجدول الاساسي. طب تعالوا بقى نعمل صب كده ونشوف هنعمل فيه ايه بالظبط. الصب بتاعي ده هسميه SQL DGV. اشمعنى دي جي في؟ عشان ده خاص بالداتا جريد فيو، وهنبقى نعمل واحد تاني نعمل عليه شغل برضه، لان احنا كل شغلنا بالاس كيو ال. انا بقول هستخدمه في اكتر من فورم، يبقى لازم اعمله اجراء عام، يعني لان انا لما بستخدمه في فورم لازم احطه قدام كل الاداه، او الاداه اللي هي الدي جي في يعني بتاعتي اللي هي الداتا جريد فيو، لازم احط اسم الفورم قبليها. فعشان كده هعمله اجراء عام. تعالوا بقى نشوف هنعمل الاجراء العام ده ازاي. فبعرف حاجتين، x as string وهنشوف هنحطها فين، والدي جي في as data grid view، لان الداتا جريد فيو ممكن اغير اسمها، وحتى لو اسمها هو هو هي موجوده في فورم مختلف. فعشان كده بعرف الدي جي في، يبقى ده بيغنيني عن تعريف الفورم. طب نشوف السطر اللي بعد كده، طبعا on error some next عشان لو في اي خطا غير مقصود، حاجة مفاجأة، بقول له لا نفذ الكود وكمل عادي.
طب نشوف برضو السطر اللي بعد كده. دول هعرفهم بصفة خاصة اللي هو CMD والDT في الDGV تاني. ليه؟ لأن أنا لو ما عرفتهمش وجيت نزلت جدول في داتا جريد فيو، بعدين جيت نزلت جدول في داتا جريد فيو تانية، هيجيب القديمة ويجيب الجديدة. فعشان كده هعرفهم تاني، بس طبعا أنا ما بعرفهم هنا بعرفهم بديم، جوه الكود نفسه بيتعرف بديم، إنما بره الكود بيتعرف ببابليك لأنه بابليك يعني عام. ولكن احنا اتفقنا هنا لازم اقولهم تاني برضو الدي تي هنعمل معاه نفس الحكايه زي ما اتفقنا، ده في الدي جي في فقط، انما في بقيه الاكواد مش هنكتبهم تاني. خلاص اتفقنا على كده. طيب نشوف السطر اللي بعد كده. قال لي تعالى بقى على الدي تي اعمل له كلير، لان انا ممكن ايه استدعيه اعمل عليه حاجه وارجع استدعيه تاني واعمل عليه حاجه، يبقى بنضفه في الاول. سي ام دي بتساوي نيو اس كيو ال كوماند. طيب السطر يا جماعة ده هو السطر السحري اللي أنا بستخدمه عشان أستدعي أي جدول أنا عايزه، وبستدعي منه أي عمود أنا عايزه. طبعا مش ممكن أستدعي الجدول بحاله، وممكن أختار منه أعمدة معينة وممكن بشروط معينة، ولكن إحنا هنا في الداتا جريد فيو لا، ده أنا عايز أحط الجدول كاملا. هو طبعا بيعتمد على قيمة الإكس اللي أنا بحطها هنا اللي أنا قلت له as string. يعني انا عشان استخدم هذا الكود لازم اقول له الاكس دي انا هكتب فيها ايه بالظبط، وهنشوف. وطبعا هنا وكون يعني الجدول المسار بتاعه موجود هنا في الاتصال الكونكشن اللي انا هعمله لك. قلت له طب تمام، وبعدين بقى الخطوه اللي بعد كده. بصوا معايا، يعني انا يا جماعه ده مهم جدا الاكس والدي جي في، خلاص هي متعرفه بدي جي في مفيش مشكله، وهنشوف ازاي هنضيفها في الكود بتاعنا. طب نشوف الخطوة اللي بعد كده. قلت له طب كون دوت اوبن، يعني روح انت للمسار اللي انت حاطط فيه قاعدة البيانات كلها عشان اروح اجيب منها هذا الجدول. يبقى كون دوت اوبن افتحه لي، عشان زي ما اتفقنا انا بفتحه واعمل العملية اللي انا عايز اعملها وبعدين اقفله تاني، عشان غيري برضو يفتحه ويقفله، وده يفتحه ويقفله، عشان ايه المعلومات ما تتداخلش مع بعضيها. طب نشوف الخطوة اللي بعد كده. قلت له دي تي دوت لاود، يعني الجدول بتاعي ضيفهولي من خلال cmd.executeReader، يعني انت حط لي الجدول ده على اساس ان هو يعني اكنه للقراءه يعني، ولكن احنا فعلا بننفذ في الجدول الاساسي. يبقى انا شايف الجدول ده بس اللي انا بتعامل معاه عشان ابقى عارف ايه اللي فيه، تمام كده؟ لكن انا ما بحط معلومات جديده، اكني برجع اشوفه تاني بالمعلومات الجديده، وبرضه بقى بفتح واقفل افتح واقفل في كل مره بعمل تحديث، انا نفسي بعمل تحديث، يعني في كل مره بقول له طب حط لي اعمل اضافه وبعدين اعمل لي تحديث رجع لي الجدول من اول وجديد، طب اعمل لي مثلا حذف وبرجع الجدول من اول وجديد. يبقى انا الجدول بس اللي انا قدامي في الداتا جريد فيو ده انا مش بصلح فيه هو نفسه، لا ده انا بروح اصلح في الجدول الاصلي، ولكن انا مجرد اكنه بعمل لي تحديث واقول له وريه لي من اول وجديد، عشان كده بقول له ايه اكنه للقراءه فقط، تمام؟ طب نشوف الخطوه اللي بعد كده. قلت له كون دوت كلوز، يبقى بعد ما غيرت المعلومات او ضفت معلومات جديده او عملت اي حاجه اقفل لي تاني قاعده البيانات مره اخرى عشان غيري يستخدمها، تمام كده؟ طيب وبشوف اخر خطوه. قلت له تعالى لي بقى على الداتا جريد فيو اللي هي دي جي في اهو يا جماعه، اللي هي حسب مكانها بقى، هل هي في الفورم الاولاني ولا في الثاني ولا في الثالث، بناء على انا هحط الكود ده فين. دوت داتا سورس بتساوي دي تي، يعني تعالى في المعلومات بتاعتها او الداتا بتاعتها او مصدر البيانات بتاعها وخد لي هذا الجدول اللي انا سميته دي تي، اللي انا استدعيته منين يا جماعه؟ من قاعده البيانات. طب حلو قوي، هل كده اي حاجه تشتغل؟ لا طبعا، ما انا مش محدد المسار بتاع قاعده البيانات اللي انا هروح اجيب منها المعلومات، فكل ده كده ولا يعمل اي حاجه، ما يفيدش باي حاجه. طب يبقى عايزين نشوف ازاي اجيب العنوان المظبوط بتاع قاعده البيانات. تعالوا بقى نخش هنا على الداتا سورس. المفروض من خلال الداتا سورس دي انا ممكن استدعي البيانات واعمل عليها شغل، لا احنا بس عايزين نجيب منها العنوان فقط. اد نيو داتا سورس، هنضغط عليها، فهنا طبعا هو معلم على الداتابيس قاعده البيانات، فبقول له نيكست، وهنا قال لي انت عايز منها الداتا سيت، هقول له ايوه نيكست. انت قاعده البيانات بتاعتك دي فين؟ فانا بقول له لا اعمل لي بقى اتصال جديد نيو ايه كونكشن. قال لي طب نوع الكونكشن بتاعك، فهو لو ما كانش عندك على مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر
اللي هو SQL Client. بصوا هنا، لو بصيت هنا جماعة، لو هو مش مختارها لي أنا بخش أختار أهي مايكروسوفت SQL Server، لأن احنا أنا عندي كذا حاجة، يعني دي مثلا خاصة بالأكسس، في عندي اللي هو SQL Server Database دي فايل، دي بتبقى عبارة عن ملفات أو أوراكل، لا أنا عايز مايكروسوفت SQL Server وبقول له أوكي. أنا عايز أستدعي قاعدة البيانات بتاعتي، فأنا بفتح، لو لقيتها جماعة أهو خير وبركة، لو ما لقيتهاش هتحط هنا نقطة دوت، النقطة دي يعني الأساسية بتاعتي، فهنا اللي هي WSH، أو لو حطيت نقطة جماعة تمام كده. أول ما حطيت نقطة بصوا لاحظوا عمل إيه، فتح لي دي كده على طول عشان أختار منها أهو. بصوا تعالوا نعلم عليها كده، فهي ظهرت لي. لو ما ظهرت ليش يا جماعة هتعمل إيه؟ ريفريش تمام، لكن هي ظهرت لوحدها اهي. فانا عندي في حاجه اسمها رياض الايه الاطفال اللي احنا عايزينها، فبضغط عليها، قلت له طب تيست كونكشن، عايز اتاكد ان الاتصال بتاعي سليم. قال لي فعلا الاتصال بتاعك سليم و100%، هقول له اوكي تمام كده، وهقول له هنا اوكي. ايه اللي حصل بقى؟ هو حط لي العنوان هنا، فاقول له افتح لي دي بقى. بص يا جماعه، هو اللي حط لي العنوان وهو كاتب لي رياض الاطفال وكل حاجه تمام، الداتا سورس بتاعتي. بص حط لي ايه، نقطه، لان انا بداتها بنقطه، وميزه النقطه ان انا لو عشان نقلت البرنامج ده على جهاز اخر يبقى ما يبقاش في تعارض بين اسم الجهاز هنا واسم الجهاز هنا، فعشان كده بنفضل ان احنا نحط النقطه اللي هي الدوت دي، وباخد هذا المسار هقول له كوبي، وهقول له ما تكملش، انا مش عايز اجيب الداتا سورس دي هنا قدامي ولا هعمل عليها اي حاجه، كل اللي عملته ده عشان اخدها احطها في هذا المكان. فبنيجي كده نعلم هنا يا جماعه، وهقول له كده كنترول في، اديني ضفت المسار بتاع قاعده البيانات بتاعتي ومطمن ان كل حاجه سليمه ومكتوبه 100% صح. طيب بعد كده بقى باخد الكود بتاعي ده اللي انا عملته واروح احطه في بداية تشغيل الفورم عشان يبدأ يجيب لي الجدول، فهناخد ده كده زي ما هو، وبعدين هنقول هنظبط فيه ايه بالظبط. بصوا كده معايا يا جماعة، هنقول له هناخده كوبي، وتعالوا نروح على الفورم بتاعنا اللي هو FT1، وهنعمل كليكتين هنا كده، فدخلني بصوا اهو ال FT1 لود في ساعة تهيئة الفورم او دخول الفورم، وهقول له هنا كنترول V يعني ضيف لي الكلام. فطبعا هنا اكس از سترينج ده الكلام ده مش مظبوط، احنا عايزين بقى نحط نعرف الكلام ده هنا، فهنعمل ايه، طالما سترينج يبقى هنحط 2 علامتي تنصيص، وهنا هي الداتا جريد فيو كده بقت موجوده في الفورم، هذا الفورم يبقى مش محتاج يتكتب خلاص، وهي اسمها دي جي في، يعني انا مسميها بنفس الاسم، فبشيل بس الجزء الزياده ده. يبقى كان هنا الداتا جريد فيو بتاعت اسمها ايه، دي جي في. طب وهنا بقى الجملة بتاعت السيلكت بتاعتي اللي هي بنقي منها الحاجات او بختار الحاجات اللي انا عايزها في الجدول، فبتتكتب ازاي بقى الصيغة بتاعتها؟ بقوله بمنتهى البساطة كده سيلكت، وانا عايز كل الاعمدة، طالما عايز كل الاعمدة قال لي تحط ستار، يبقى بدل ما تكتب اسم العمود الاولاني واسم العمود الثاني وهكذا، لا حط لي ايه ستار بدلها. طيب فروم بقوله كده، عايز تجيبها منين؟ اسم الجدول بتاعك ايه؟ اقول له استنى بقى، احنا المفروض اسم الجدول بتاعنا ايه؟ الاطفال. طب انا عشان الكود ما كررهوش وبعد كده استخدمه على طول، هو هيبقى تبع كل فورم مكتوب فينا يا جماعه، مكتوب في التكست بتاع الفورم نفسه. طب ما كده كلام جميل، طب انا لو عايز اكتبه هنا بقى هكتبه ازاي؟ صحصحه معايا، هقول له هتعمل 2 علامتي تنصيص كده، وتعالى بين العلامتين تنصيص دول وخد مسافتين، وتعالى هنا في النص وحط لي 2 اند، ماشي كده يا جماعه، وتعالى في وسطهم برضو اعمل مسافتين تاني، تعالى في النص واكتب لي بقى انا عايز اكتب ايه، اسم الفورم، وبعدين اخش منه على تكست بتاعه. بس طبعا ما ينفعش اكتب هنا اسم الفورم اللي هو FT1، امال لما ابقى جواه بكتبه ازاي؟ بكتبه مين يعني؟ اسم الفورم هنا بيبقى اسمه ايه؟ مي، في اي حته يبقى اسمه مي. طيب دوت، وهقول له روح للتكست بتاعه المي، ما انا كاتب فيها اسم الجدول لو تذكره، فبقول له تي اي اكس تي اهي قدامي، يعني بقول له خد انت اسم الجدول منين يا جماعه؟
من التكست بتاع الفورم اللي انت هتشغله. واحد يقول لي طب تمام، يبقى ما تنسوش يا جماعه اهو ادي اسم الكود اللي هو SQL DGV، وهنا بعمل جمله السيلكت طبعا بين علامات تنصيص، وبعمل جمله السيلكت فروم، بدل ما اكتب هنا الاطفال قلت لا، ما انا عشان بقى ما افضلش كل شويه اكتبها، لا ده انا كل فورم هو هكتب انا فيه الاسم بتاعه عشان اخد الكود ده واحطه في الفورم الثاني يشتغل، احطه في الفورم الثالث يشتغل، ما غيرش فيه اي حاجه، اسم الجدول من الفورم نفسه. تعالوا بقى نجرب ونشوف. سمي بسم الله كده زي ما انتم شايفين يا جماعه، اهو الجدول طلع معايا مظبوط تمام التمام. وهنا لما احنا ظبطنا برضو الداتا جريد فيو فردت من تحت كده، لو جينا يعني كبرنا بصوا كده اهي فردت من تحت، وهنا بصوا شايفين ده بياخد المساحه كامله زي ما احنا ظبطناه، ومحطوط في النص برضو زي ما احنا عملنا وغيرنا في الخصائص بتاعته، فكل حاجه مظبوطه زي ما انتم شايفين. طيب هنضيف بس اضافه صغيره كده عشان انتوا تجهزوا لي برضو حاجه، يبقى احنا نستفيد بالوقت. بصوا كده لو احنا رحنا على فورم، بصوا يا جماعه هتقولي بس بمنتهى البساطه كده، ونفتح التول بوكس هنبدا نجيب ليبل، هناخد ليبل وهنضيفه هنا، فهنا حاجة على النيم بتاعه اول حاجه هنعمله برضو زي ما اتفقنا LBL LBL1 تمام كده. طيب برضو حروف صغيره. طب وتعالوا ننزل لتحت شويه كده، طبعا لو انا سبت الباك كلر بتاعه كده مش هيبان، فانا هغيره وهقول هعمله بلون اصفر عشان يبان بس يا جماعه زي ما احنا متعودين نفس اللون تمام كده. وتاني حاجه عايز الاوتو سايز، هو بيقول لي ترو، اقول له لا خليها لي فولس عشان انا اكبر واصغر فيه زي ما انا عايز. فهنا زي ما انتم شايفين اهو هنروح للسايز بتاعه، فهنا مثلا ممكن نقول له ايه 150، وهنا ممكن نخليه 20، ممكن ما هنظبط بعد كده لما نشوف بقى بقيه الادوات نبقى نظبط معاه دي 20 ولا نخليها 24 ولا نشوف هنخليها ايه. طيب هنا بقى ممكن نعمل كمان توسيط، تعالوا كده بالمره يا جماعه تكست ليجن هنبدا نقول له خليها لي ايه في النص، وطبعا احنا هنشيل الكتابه اللي هي موجوده في التكست دي هنفضيه خالص، هقول له ديليت ماشي كده. ممكن ناخد منه نسخه اخرى كوبي وهنحطها بيست. احنا عندنا الاولاني في كام؟ في 9 اعمده، فانتوا هتعملوا لي من دي كده ايه 9 ماشي يا جماعه. هتسميها لي بس اللي بيقال، هو كده خلاص خدت نفس الصفات بتاعتها، هنيجي عليها بس على اللي بيقال اهي هنسميها LBL2، والتالتة هتسميها لي 3 و4 و5 لحد ما تكمل لي التسعة. وان شاء الله بقى هنكتفي بهذا القدر ونكمل مع بعض في الدرس القادم، بس انا هكمل هنا التسعة الاقيكم مكملينهم المرة. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.